لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم، إن الذي سواك، إن الذي سواك نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا عودة. مشاهدينا الكرام لهذا الحوار في حكايات من التراث عن تراث إذاعة القرآن الكريم وكبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم الإذاعي الأستاذ رضا عبد السلام. مرحبا بك مجددا يا أستاذ رضا. وذكرت أكثر من مرة كيف أنكم تتلقون ردود فعل المستمعين على ما تقدمونه في مواقف مختلفة، كيف ترون هذا رد الفعل هذا، وكيف ما هي السبل التي تتواصلون من خلالها لتعرفوا رد فعل المستمعين؟ وانت حضرتك عارفة السوشيال ميديا كانت دلوقتي بقت يعني مجال واسع جدا جدا لمعرفة آراء الناس، دي نقطة. النقطة الثانية إنه التليفون عندنا شغال على طول، يعني شغال لناس تنتقد، ناس تقول ده عمل حاجة معينة فنرد. هل الناس بتطلب بعض في بعض الأحيان أشياء معينة؟ أيوة تطلب ويجاب طلبها، مثلا يعني أنتوا ما بتذيعوش لفلان، فاحنا بندور على فلان ده، هل ده فعلا بتزعلوش ولا لا؟ فليه؟ لانه هي خريطه معينه، هذه الخريطه لها نسق معين، كل قارئ له يعني مكان معين للاذاعه، بيقدم طبعا الاعلام الكبار اولا، ثم بعد ذلك الذين يلوهم، لكن كل ياخذ حقه يعني. لكن هناك انتقادات معينة نحن نرد عليها من خلال التليفونات أحيانا، أو من خلال السوشيال ميديا أحيانا، فنحن مفتوحون يعني. العملية مفتوحة لأن هذا عمل بشري، والعمل البشري جايز عليه الخطأ والصواب، لكن ليس جايز عليه أن تستهزئ بنا يعني. أكيد لا. أكيد لا. في هذا العصر المليء بالتحديات أستاذ رضا، يعني إذاعة القرآن الكريم ليست فقط مرجع للناس في أمور الدين، ولكنها أيضا مرجع للغة. كيف تحرصون على هذا الجانب، وكيف يعني تختارون المذيعين والعاملين في هذه الإذاعة؟ أنا هقول لحضرتك على حاجة حصلت معايا مع هذا العلم الكبير جدا جدا الأستاذ الدكتور كمال بشر، رئيس مجمع اللغة العربية السابق رحمه الله.
هذا الرجل كان بيديني دورة مع مجموعة، وبعدين قال لي على كلمة كبيرة جدا جدا بالنسبة لي، وأعلقها كعقد من الماس على ساحة حياتي كلها. قال إنه أنا ما اديتش امتياز إلا ليك والفاروق شوشة ولأمين بسيوني. أنتوا بتوع إذاعة القرآن الكريم تعلموا الناس كيفية نطق اللغة. هذا الدكتور كمال بشري يعني. شرفت بإني اتعلمت على إيده أيضا. آه فعلا يعني، خدت بال حضرتك بطريقته المعروفة اللي كانت يعني مشهور بيها جدا جدا. إذا نحن نحافظ على اللغة نطقا، نحافظ على اللغة أدبا، نحافظ على اللغة شعرا، نحافظ على اللغة شرعا. فاللغة أساس، اللغة هي الأداة التي نصل بها وعاء إلى الناس، الفكر. الوعاء الفكري، خدت بال حضرتك. فعشان كده اللغة عندنا، لكن هناك كما قال أستاذنا الكبير الأستاذ فاروق شوشة، هناك لفظ كان يقوله العامية الفصحى. يعني إيه؟ يعني لا تتقعر إلى درجة تجعل الناس يعني يبتعدون أو يبتعدون عنك. ينفرون. يعني ما تيجي تقول مثلا ساعات، قال ما تقولش ايه الخامسة، لا ساعات قال الخامسة. انت جمعت بين الاثنين، بين جمعت بين اللغة الصحيحة وجمعت بين ان تقترب من الناس. وده موجود عندنا تقريبا في جميع البرامج. والذي يتقعر بيبقى معروف، بيبقى ما فيرجع تاني. ليه؟ لأنه مش بيبقى مقبول عند الناس. لكن القراءة الصحيحة، مراعاة اللغة، مراعاة النحو، مراعاة الناحية الصرفية، هذا موجود، وهذا يعلم في إذاعة القرآن الكريم من خلال الاستماع إليها فقط. أنك تعلم اللغة من خلال الاستماع إذاعة القرآن الكريم. هذا ما قاله الدكتور كنبيش، وهذا ما قاله أيضا الأستاذ فاروق شوشة. جميل. حضرتك إذاعي في إذاعة القرآن الكريم، نود أن نعرف منك بماذا تحلم للمستقبل لإذاعة القرآن الكريم في هذا العصر المليء بالتحديات؟ والله أنا دائما أقول أنه إذاعة القرآن كتبت عنها على صفحتي كلمة أبكت الناس. يعني أنا قلت إن إذاعة القرآن هي ابني وابنتي وزوجتي وبلدي. إذاعة القرآن هي الأمان الذي أشعر فيه بأنني إنسان. لأني أشعر عندما أدخل استوديو إذاعة القرآن الكريم أنني صاحب دعوة كبيرة جدا جدا جدا، ويجب أن أكون على قدر هذه المسؤولية. أتمنى لإذاعة القرآن الكريم أن أولا هي في ثوبها الذهبي، هذا يجب أن تتطور، ويجب أن نسير العصر، وهذا ما نفعله. يعني هذا ما نفعله، فيجب أن ننظر إلى العالم كما يعيش العالم، يعني وكما في التقدم التكنولوجي المذهل، يجب أن نسير هذا، يجب أن نسير السوشيال ميديا بشكل معين، لا نسيرها فيما فيه من سوء، ولكن نسيرها فيما فيه من حسن. ونحن عندنا صفحة لإذاعة القرآن الكريم تسير كل ما يحدث في إذاعة القرآن الكريم، وتسير ردود أفعال الناس تجاه إذاعة القرآن الكريم. أتمنى لإذاعة القرآن الكريم أيضا أن تصل رسالتها إلى الناس، وأن يستوعبها الناس، وده نقطة مهمة جدا يعني. وأن يكون هناك دائما بيننا وبين الناس أخذ ورد، يعني الرسالة الإعلامية تصل، ونحن يعني نجابه هذه الرسالة بما تستحقه، سواء من رد أو رد على النقد أو حب خالص لما يبدونه من مشاعر. أتمنى إذاعة القرآن الكريم أن تظل دائما في رونق وفي جمال وفي روعة وفي وصول إلى الناس. الآن إذاعة القرآن الكريم، يعني هل نستطيع أن نعرف المدى الذي تصل إليه في النطاق الذي يصل إليه إرسالها؟ هو إرسالها الآن طبعا إلى مصر طبعا، ومحملة على نايل سات، وتسمع في العالم كله الآن.
يعني زي ما قلت لحضرتك في الاول انه بيجينا رسائل من جميع الدنيا محمله على الناسات وتسمع في الدنيا كلها. لكن كما قال الاستاذ فاروق شوشه عندما كنت اسجل معه برنامج سيره ومسيره، قال انه اذاعه القران الكريم بمحافظتها على اللغه ومحافظتها على الشرع يجب ان تتطور لكي تصل الى الناس في مستحدثاتهم. يعني المستحدثات الموجودة عند الناس يجب أن تعلم هذه المستحدثات وتصل إلى الناس بهذه المستحدثات. يعني كيف تتعامل مع تويتر أو مع السوشيال ميديا عموما، كيف تتعامل مع الغرب والرسالة التي تقدمها الغرب، من حيث أنك تصل رسالتك إلى الغرب الآن، فيجب أن تتضمن رسالتك هذه. وكنا لسه بنتكلم عن ماكرون وما يحصل منه وما حدث منه، يجب أن رسالتك تتضمن هذا وتتضمن الرد الذي ليس فيه رد فيه عنف أو لا رد مقنع عقلاني عقلاني. منطقي. وإحنا عندنا في الإسلام، يعني عندنا في الإسلام خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وفي كثير جدا جدا يعني وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ قالوا سلامة، ما قالش عنف ولا قال ذبح ولا قال أبدا أبدا. هذا لا يعرفه الإسلام إطلاقا. الذي شتم الرسول عندما قلت في بداية الحلقة، قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه، وما راحش قتله يعني. أستاذ رضا، لحضرتك كتاب اسمه نقوش على على الحجر، الحجر. بماذا قصدت بهذه لا هو في كتابين، كتاب نقوش على الحجر هذه سيرتي الذاتية، وقال عنه الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي أنه يعتبر ليه؟ لأنه هو نقوش على الحجر كان عن الحياة الذاتية 480 صفحة، لأنها عقبات شديدة جدا جدا وكؤود جدا 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 في استقبال المجتمع لمعاق في بداية حياته وفي العمل وفي الزواج وفي حاجات كتيرة جدا جدا كتبتها في الكتاب. لكن الذي حضرتك صاحب دعوة أنا أعرف في هذا المجال، ولكن للأسف ليس ليس هذا وقتها. ليس وقتها. لكن الكتاب الثاني اللي هو مواقف علماء ومواقف، هذا الكتاب كان عبارة عن سرد لحوارات قدمتها في برنامج سيرة ومسيرة مع علماء كبار، أمثال الدكتور الأحمدي أبو النور، أمثال الدكتور أحمد عمر هاشم، أمثال الدكتور عبد الرحمن العدوي أستاذ الفقه الكبير، أمثال الدكتور أحمد طه ريان شيخ المالكية في العالم. هذا الحوار سردته في الكتاب وعلقته على كل شخصية مما رأيته فيها من عظمة. يعني على سبيل المثال أنا عنونت الدكتور أحمد طه ريان، ويعلمه كثير ممن درس الفقه والشريعة، قلت أنه العنوان بتاع اللي أنا قدمته به، هذا رجل يعيش في القرن 21 بروح وعقل وقلب القرن الأول الهجري، كما شاهدته يعني. في كل واحد من هؤلاء، الدكتور الأحمدي أبو النور كان حوالي 7 حلقات معاه، رد على كل ما يمكن أن يرد عليه في علم الحديث، مما يقال ومما يشاع حتى إلى الآن يعني عن البخاري وغيره. ففي هذا الكتاب قدمت فيه، هو حوالي 280 صفحة 300 صفحة، كل عالم من هؤلاء العلماء الكبار، وبرضه حتى لا أنسى هذا الرجل التقي النقي الصفي هذا الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف اللي هو كان شيخ المقارئ المصرية، والذي وجدت فيه واحدا من الصحابة والتابعين. عندما سجلت معه هذا الحوار والذي لقي ترحيبا عظيما جدا جدا من خلال برنامجي المستمر إلى الآن والذي أقدمه الآن، واللي هو سيرة ومسيرة مع العلائم الكبار، وفي الشهور القليلة إن شاء الله الجزء الثاني من الكتاب، حوارات مع قادة الفكر الإسلامي والدين والعلم والفلسفة. مين تتذكر يا أستاذ رضا من أبرز الشخصيات التي تركت انطباعا لا ينسى في نفسك، شخصيات الدعاة أو المقرئين أو أنا سجلت مع كثير جدا جدا. أنا ترك في نفسي أثر كبير جدا جدا الدكتور الأحمدي أبو النور. صورته كانت معانا دلوقتي على الشاشة. الدكتور الأحمدي أبو النور شديد الطيبة وشديد الأدب،
حتى في كلامه، عندما حدثته لأجري معه الحوار كان له كلمة مهمة جدا، أيوة. معنى رحمه الله، كان أهلا بك، وبعدين يبدأ معاك، فبقول له البرنامج كذا وكذا وكذا، يقول لي أهلا بك. نعم. وعندما ذهبت إلى بيته خرج من بيته ليقابلني على باب السلم من بيته، وكان معي ابني يقود بي السيارة، هو حاليا دكتور، كان في بداية الطب، في بداية سنوات الطب، فكان عامل ابني معاملة طيبة جدا جدا جدا. وفي الحوار بقى هذا العالم الكبير يقف في التسجيل ليستعين بعبارة لابد أن يستعين بها في الحوار، من يعني كتاب أو من من كتاب، مرجع أو كده؟ من مرجع. أنا فاكر العلامة أبو شهبة عندما كان يرد على من ينتقد الأحاديث، وكان اسمه أبو ريا، كان جاب فيقول لي إيه، استنى لغاية ما أجيب العبارة دي من هذا الكتاب، وده مش مرة واحدة، ده 3 4 مرات يقف على سلم عشان يجيب الكتاب اللي يرد به احتراما للعلم واحتراما للعلم. كذلك الدكتور احمد عمر هاشم، عندما كنت اسجل معه، هذا شاعر كبير جدا جدا، حتى اني قلت في البروفايل اللي كتبت عنه، هذا شاعر يحتاج الى نقد كبير يقرا شعره، لانه عندما يعني وصورة الدكتور الدكتور أحمد احمد عمر عمر هاشم. هاشم، نعم. كذلك الدكتور الكبير عبد الرحمن العدوي، هذا الفقيه الكبير الذي يعني في تسجيلي معه وقرب على 100، وقال عن الشيخ طنطاوي، الدكتور طنطاوي الذي كان شيخا للازهر، قال عنه كلاما عظيما جدا جدا، ولا يقول عنه العظيم الا عظيم، يعني وهو أستاذ كبير جدا جدا في الفقه، وهو مرجع من مراجع الفقه، وكان رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب الأسبق. هؤلاء أعلام كبار تعلمت منهم من خلال حواراتي معهم. أريد أيضا أن أعلق على 2 ممن سجلت معهم، اسمحي لي، يعني الدكتور عمرو الشريف، وهو أكبر من يرد على الملحدين الآن في حوالي 12 كتاب، خدت بال حضرتك، ويرد عليهم بالعلم، يعني أنا سجلت معه في برنامجي اللي يرد على الملحدين بالعلم. وكذلك رئيس جامعة القاهرة الذي كان نائبا لرئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، نعم. عندما سجلت معه في كتبه فلسفة الدين، تطور الأديان، وكتابه أخلاق التقدم، وكتاب يعني إذا هذه مسيرة فيها نقوش فعلا على على الحجر. الحجر، أيوه. هي كذلك يعني. أستاذ رضا عبد السلام، حضرتك الإذاعي كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم، إحنا في نهاية هذا الحوار بنشكرك جدا على تلبية دعوة برنامج حكايات من التراث، أشكرك. وبنهنئك بذكرى المولد النبوي الشريف الله الذي يكرمك. يحل بعد أيام، وأيضا بنتمنى كل التوفيق لفريق عمل إذاعة القرآن الكريم في الدور الذي اسمحيني تقوم به. بعبارة واحدة قبلها. وأترك لحضرتك، لأنه بعد الفاصل يأتينا الزميل طارق عبد الفتاح وضيفه الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم بحوار عن تقاليد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولكني أترك لحضرتك أن تختتم هذا الحوار بنفسك. نعم، أنا أقول أننا لسنا ملائكة، ولكن نحن بشر نؤدي رسالة إعلامية محترمة، رسالة إعلامية عن طريق العلم وعن طريق الشرع وعن طريق الدين الحنيف، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نحترم كل من يسمعنا سواء رضي أو لم يرضى، لكن لا نرضى. أنا أمثل إذاعة القرآن الكريم بهذه النخلة العظيمة السامقة المرتفعة الكبيرة التي يلقى إليها من بعض الصغار بالحجارة فتنزل إليها بالرطب، لأن هذا ما يفعله كل ذي رسالة كبيرة، وهي رسالة إذاعة القرآن الكريم. شكرا جزيلا لكم. شكرا مشاهدينا الكرام. بعد الفاصل الزميل طارق عبد الفتاح وضيفه الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم، وحوار عن تقاليد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في حكايات من التراث، ابقوا معنا.
محمد بن عبد الله المولود في مكة بشبه الجزيرة العربية عام 571 من الميلاد هو نبي الإسلام الذي ولد يتيم الأب. ماتت أمه وهو ابن 6 سنوات فتولى جده عبد المطلب رعايته، ومن بعده عمه أبو طالب. وعلى الرغم من يتمه إلا أنه قد حظي بقدر كبير من الحنان والحب جعله ذا نفسية سليمة، فلم تنكسر له نفس ولم يخدش له حس. كان محمد صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى به في كل شيء، فكانت أخلاقه دليلا أكيدا على نبوته. لقد استطاع بالمنهج الرباني الذي أوحي إليه أن يبني أمة من لا شيء، وأن يقيم حضارة بنيت دعائمها على الأخلاق. ولذا كان يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لقبت قريش الرسول قبل بعثته بالصادق الأمين، وشهد بصدقه أكثر الناس عداء له. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما يحث المسلمين على الصدق في أقوالهم وأفعالهم، فيقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أحرقوهم بالنار، اجعلوا في مكة أذابا لكل من يردد كلمة من كلام محمد. كان الظلم والتشريد والتنكير بالرسول والمسلمين قد جاوز الحدود، وقرر الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى المدينة المنورة. وقد مر رسول الله بتجربة أليمة وهو يترك أحب بلاد الله إلى قلبه، وذلك كما صرح هو بنفسه قائلا: علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وبرغم كل هذا إلا أن الرسول ترك الودائع والأموال لعلي بن أبي طالب وأمره أن يردها إلى المشركين. لقد كان كفار مكة لا يزالون يستودعون رسول الله حوائجهم وأموالهم، فأقام علي بن أبي طالب بمكة 3 ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله الودائع التي كانت عنده. لقد أمر بأداء الأمانة مع جميع الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال أيضا: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. كما أنه أوصى بأمانة المسؤولية فقال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تخلق الرسول صلى الله عليه وسلم بالوفاء ظاهر بين حتى مع أعدائه. ما
أهلا بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة المولد النبوي الشريف الخميس القادم، ابتدت تزدان يعني المحلات والمتاجر بحلوى المولد، وابتدت طقوس الاحتفال السنوية بتظهر. وإحنا في هذه الفقرة بنحاول نتتبع هذا الاحتفال وكيف نشأ وبدأ. بيسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الفقرة الدكتور محمد إبراهيم، أستاذ في التاريخ الإسلامي أو فلسفة التاريخ الإسلامي من كلية الآداب جامعة القاهرة، وهو له أكثر من 10 مؤلفات عن التاريخ الإسلامي، ويمكن 3 مؤلفات في الدولة الفاطمية بالتحديد، والعديد من الأبحاث. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا، بس هو أنا جامعة بني سويف. جامعة بني سويف، كلية الآداب جامعة بني سويف. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الحقيقة يعني الفترة اللي نشأ فيها المولد النبوي الشريف هي فترة الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية كثر اللغط حولها والجدل بشأنها، وأعتقد إنها كأي فترة في فترات الخلافة الإسلامية لها سلبياتها لها إيجابياتها، ولكن تميزت أكثر من وجهة النظر اللي ممكن يعني أي باحث يقرأ، تميزت بفكرة الابتهاج، فكرة الاحتفال. يعني هم أول من أقاموا موائد للرحمن، هم أول من استنوا سنة فانوس رمضان عندما قدم المعز لدين الله الفاطمي، فاستقبلوا المصريين بالفوانيس لأنه أتى ليلا فأصبحت عادة أعجبته فقرر أن تكون يوميا. هم من وضعوا فكرة المسحرات يعني، واعتبروها مهنة رسمية. هم من يحتفلون بليلة النصف من شعبان وعاشوراء ومولد الحسين، بل امتد الاحتفالات أيضا إلى الأعياد القبطية. تمام. فكانت هناك اهتمام كبير من الدولة الفاطمية بالاحتفالات بشكل عام التي يشترك فيها جموع كبيرة من الشعب. تفسير من حضرتك، وإلى أي مدى ده يعني أضاف لمصر وللمصريين؟ والحقيقة طبعا كلنا يعلم ان الدولة الفاطمية هي شيعية المذهب، ومصر طول عمرها سنية المذهب، وبالتالي أدرك الفاطميون ان هيبقى في نوع من الصعوبة لفرض المذهب الشيعي على المصريين اللي ليهم تاريخ وباع كبير جدا في المذهب السني. وبالتالي لجأ الفاطميون إلى فكرة الأعياد التي تكرس أولا الانتساب لآل البيت، وكان من ضمنها طبعا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأيضا الاحتفال بعلي بن أبي طالب، مولد علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة، و يعني أعياد كثيرة جدا، ويوم عاشوراء وإلخ يعني. وكان ذكاء الفاطميين إن هم أدخلوا الطعام في كل هذه الاحتفالات، لأنهم عارفين أن الشعب المصري يمتاز بخاصية مهمة جدا، هو سيكولوجية الشعب المصري، شخصيته شخصية انبساطية. يعني إحنا حتى هذه اللحظة كل ما بنحتفل بأي مناسبة أو أي احتفال بندخل الأكل فيه، حتى أعياد الميلاد الشخصية اللي احنا بنحتفل بيها بندخل الأكل والتورتة والجاتوه وده بعد إذن والحاجات حضرتك مؤثر جدا في الشخصية المصرية يعني، طبعا حتى في الأمثال الشعبية يعني عشان يبقى أكلنا عيش وملح مع بعض، يعني بالظبط فكرة الأكل بيقرب العلاقة ما بين الناس وبعضيها يعني. تمام. فهم استغلوا الجزئية دي، ويمكن المولد النبوي الشريف كان قبل كده ما حدش بيحتفل بيه بالشكل الكبير اللي احتفلوا بيه الفاطميين، لدرجة ان الخليفة كان بيخرج في موكب يحتفل معه كبير ويحضره كبار رجال الدولة وقاضي القضاة وداعي الدعاة، ويذهب الى الجامع الازهر ويبقى هم في سباق. بمناسبة الجامع الازهر هم من اسسوا جامع الازهر. طبعا. نعم. ويتمد حاجة اسمها الصماط. الصماط ده بما معناه في الوقت الحالي اللي هي صفرة كبيرة
وصل مساحة الصمات ده إلى 300 متر بيمد، وبيقعد الخليفة على رأس هذا الصمات مع كبار رجال دولته، وتوزع بقى الحلوى، وبعد كده يبتدي كمان توزيع الحلوى زي ما بنقول بقى كده يعني ايه في المصطلح الحديث بتاعنا ديليفري، يعني يبعت ناس مخصوصين بصواني للقراء في المساجد، للجماعة الصوفية، للجماعة اللي قاعدين في القرافة، بيوت الناس، بحيث ان في هذا اليوم تعم الفرحة بهذا الاحتفال من خلال الحلوى اللي هم تفننوا بقى كمان في صناعتها، خاصة ان هم كانوا جايبين ناس معاهم من المغرب كمان مشهورين. هي دولتهم اصلا بدأت من المغرب في تونس، ثم امتدت الى شمال افريقيا وجزيرة صقلية ومصر والشام والحجاز، يعني بالظبط يعني هذا كان لهم نفوذ في كان الحجاز. لهم نفوذ وهذا بالظبط الامتداد، تمام. وهم يعني الحقيقه يعني المقريزي بيشير الى ان هم لم يفرضوا المذهب الشيعي بالقوه، وربما هنا سؤالي هل كانت الحلوى والاحتفاليات والاقتراب من الشعب ليجتذبوا الناس بشكل طوعي إلى المذهب الشيعي مثلا؟ هما حاجتين، يعني أول حاجة ليؤكدوا انتسابهم إلى آل البيت، لأن في ذلك الفترة أنت عندك ثلاث خلافات في العالم الإسلامي: الخلافة العباسية في بغداد، نعم، والخلافة الأموية في الأندلس، والخلافة الفاطمية في مصر في المنتصف. ودائما الخلفاء العباسيين كانوا يعملوا حاجة اسمها محاضر في نسب الفاطميين، ويقولوا ان هم ما لهمش علاقه بآل البيت، ويرجعوا لايام الدعوه الفاطميه او الدعوه الاسماعيليه وبتاع. فده كان بيؤرق دايما الخلفاء الفاطميين، لذلك كانوا دايما بيحاولوا يؤكدوا انتسابهم الى آل البيت، فما فيش فرصه اعظم من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام، وادخال البهجه على المصريين، وادخال انواع بقى جديده من انواع الحلوى، وموضوع العروسه بقى بتاعه المولد والحصان، لدرجه التماثيل دي الفنان المصري عبقري من خلال الموكب بتاع الخليفه اللي كان بيبقى فيه افيال، فيل ماشي قدامه كده، والخليفه ماشي ووراه واحد ماسك المظله بتاعته بيظلل عليه، فتبص تلاقي انه ياخد اللقطه دي ويعمل عروسه المولد ويعمل لها مروحه من ورا، وكأن المروحة هي المعادل الموضوعي للمظلة بتاعت الخليفة. ثم بعد ذلك يعمل الحصان، وكأن الحصان هو الحصان اللي بيمتطيه الخليفة، أو يرمز برضو في ناحية أخرى إلى إيه، طالما عملت عروسة ودي بترمز للسيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه الصلاة والسلام لتأكيد انتسابهم، يبقى المعادل الموضوعي بتاعها إيه، الفارس الإمام علي رضي الله عنه. فارتبط بقى العروسة والمولد. جميل. بعض المؤرخين بيرجعوا العروسة والحصان إلى التاريخ المصري القديم باعتبارها إيزيس، والحصان هو حورس ابنها، يعني وإن ده امتداد في التاريخ، يعني طبعا تفسير لحضرتك. أيضا كان بيقال إن هي زوجة الحاكم بأمر الله، كانت تخرج معه في المواكب والاحتفالات، فكانت جميلة وكانت تتزين، فحاولوا أن يعني من شدة حب الحاكم بأمر الله لها كان يصطحبها معه، فكان صناع الحلوى يحاولون يعني بعمل العروسة والحصان أن يقلدوا هذه المواكب ويقدموا باقة ورد يعني للحاكم. هو يعني قصص كثيرة، هي قصص كثيرة، لكن المؤكد أن الفاطميين برضو يعني دوروا في التراث المصري القديم، وعرفوا أن المصريين وأيام الأقباط في مصر وأيام الفراعنة كمان بيرموا عروسة في النيل علشان يستجلبوا مياه النيل أو الفيضان، فبيتقربوا للنيل إيه بالعروسة، ولكنها ليست عروسة حقيقية. لا 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 طبعا، كانت عروسة تشبه إيزيس بالفعل. بالظبط. وكثير من المؤرخين يعني أكدوا على أن هي يعني لم يكن هناك قرابين بشرية على الإطلاق في التاريخ حقيقي المصري القديم. ده حقيقي. يعني الإنسان المصري القديم اللي أقسم أمام الآلهة لم ألوث مياه النيل، بالظبط، يعني
هو من الرقي انه من المستحيل ان يقدم قربانا من تمام. البشر الميت. فاذا عنصر العروسه موجود في الفكر او في التراث المصري، طب ليه احنا ما ناخدوش صحيح. بس نطوعه. نصبغ عليه الصبغه الاسلاميه فيتقبله الشعب المصري، وفي نفس الوقت انا باكد انتسابي لآل البيت والسيده فاطمه. الجزئيه الثانيه اللي حضرتك اشرت ليها ودي مهمه جدا برضو، ان بعض الناس قالوا ان موضوع العروسه دون تحديدا يعني جاء مواكبا لعصر الحاكم بامر الله. ليه؟ لان الحاكم بامر الله زي ما احنا عارفين انه منع خروج النساء لمده 7 سنوات، لدرجه ان هو امر باغلاق دكاكين او محلات الاسكافيه اللي هم بيعملوا الجزم والشباشب وبتاع عشان ما يبقاش حد من الستات يخرج او حاجه زي كده، وكان بيسمح بالخروج بس للنساء والاحتفال والزواج، إقامة حفلات الزواج قبل المولد بأيام. فالناس ابتهاجا بأن عندها عروسة هتتجوز هتزف وأن هذا الحظر صحيح. صحيح. فكانوا صحيح. بيتقربوا برضو ويقيموا بالعروسة. أعراسهم في المولد النبوي، في المولد النبوي الشريف. فدي رواية صحيح. ودي رواية أخرى من الروايات صحيح. أما موضوع زوجته دي يعني أنا ما شفتش وما قريتش في المصادر إن أي خليفة كان بيخرج وزوجته بتبقى معاه يعني في الموكب أو حاجة زي كده. نعم. إذن هل نستطيع أن نقول أن عصر الدولة الفاطمية كان عصر رخاء؟ لأنه التاريخ في الحقيقة هي فترة ممتدة طويلة. أيوة. وكانت تتضمن الفترة الخاصة بالشدة المستنصرية. نعم. وهي فترة يعني فيها الكثير من المتناقضات، هناك المعز لدين الله الفاطمي، هناك العزيز، وهناك الحاكم بأمر الله المحير للمؤرخين. تمام. والذي يعني يصف البعض بأنه لديه فصام لأنه كان بيأخذ قرارات وعكسها، وكان قرارات غريبة. يعني هل يمكن أن نصف احتفالهم بالمولد النبوي وكثرة الاحتفالات أنه رجع إلى الوفرة أيضا أو الرخاء في فترات ما من ده حقيقي؟ لأن احنا حتى لما بندرس للطلبة بنقول أن العصر الفاطمي احنا بنقسمه قسمين، العصر الفاطمي الأول صحيح. والعصر الفاطمي الثاني. العصر الفاطمي الأول كان عهد ازدهار جدا. ليه؟ لأن المعز لدين الله الفاطمي أول ما جه جايب معاه الذهب بتاعه من المغرب، يعني على هيئة رحايا، يعني سبك الذهب ده على هيئة رحايا، زائد طبعا الموارد الاقتصادية العظيمة اللي كانت موجودة في مصر. فالمعز وبعدين العزيز وبعدين الحاكم بأمر الله وبعدين كل الفترة دي كلها لحد ما نوصل لإيه؟ للمستنصر. في نص نهاية عصر المستنصر بتبتدي العصر الفاطمي الثاني. ليه؟ لأن ابتدى الكيرف ينزل أو الانحدار، خاصة مع زي ما أشرت لحضرتك دلوقتي اللي هي الشدة المستنصرية. أضف إلى ذلك أن العصر الفاطمي الأول كان عصر خلفاء أقوياء. بعد المستنصر بدأ الوزراء يتحكمون في الخلفاء وهم اللي يجيبوا الخلفاء، اللي هو عصر الوزراء، سمي عصر الوزراء اللي حصل فيه التفكيك، بدر الجمالي بقى وبعد كده طلائع ابن رزيق والكلام ده كله. حصل بينهم صراعات وتنافس صراعات على السلطه وعلى الخلافه، لدرجه ان تسمع بعد كده ان في خلفاء اتقتلوا واتسموا وحاجات زي كده. فابتدى الكيرف بقى ايه ينزل تاني في العصر الفاطمي ايه التاني. تسمع عن الوزراء ما تسمعش عن الخلفاء، وهو الوحيد بس الآمر بأحكام الله اللي حب يعمل انتعاشة بقى في الخلافة الفاطمية في عصره عن طريق أحد الوزراء المأمون البطائح، قال له أنا عايز أجدد الاحتفالات والبهاء بتاع الخلافة الفاطمية. فابتدت بقى تستعاد مرة أخرى الاحتفالات في عصر الآمر بأحكام الله. بعد الأمر بأحكام الله معظم الخلفاء اللي كانوا اللي جم بعد كده صغار في السن وكان عليهم أوصياء وبعض الوزراء، فابتدت الاحتفالات دي تقل شوية. وطبعا لما جه صلاح الدين الأيوبي وانتهت الخلافة الفاطمية حرص ان هو ما يحتفلش بقى بالاحتفالات دي لأن بتفكر المصريين برضو بالدولة الفاطمية. سؤال مهم جدا، لماذا استمر الاحتفال بالمولد النبوي وخاصة بحلوى المولد والعروسة والحصان رغم محاولات بعض الولاة قديما وبعض الغلاة حديثا وقديما أن
يقضوا على هذه الظاهرة ولم ينجحوا حتى يومنا هذا؟ هقول لحضرتك، إذا كان المصريون لم يعتنقوا المذهب الشيعي الإسماعيلي، ولكنهم نجحوا في الاستفادة من كل ما قدمه الفاطميين في مصر، فزي ما الفاطميين لعبوا على بطون المصريين، المصريين كانوا وشربوا واحتفلوا ولم يتشيعوا. جميل. أضف إلى ذلك، احنا معنا غلاف كتاب حضرتك حارتنا كان يا مكان. أيوة فندم. وهو كتاب في إيدي في الحقيقة، وطبعا هو فيه يعني ما يخص فقرتنا، ولكن ذكريات حضرتك عن حلاوة المولد، وبتقول لا يمكن لأي إنسان أن تسقط من ذاكرته مشاهد الاحتفال والاحتفاء بالمولد النبوي الشريف أيام الطفولة والصبا، ذلك اليوم الذي كانت نظراتنا فيه تتعلق بدخول الأب وفي يده علبة الحلوى والعروسة أو الحصان، تلك التماثيل من الحلوى التي ورثها الشعب المصري من تراث الفاطميين. وبطبيعة الحال لم نكن ندري ونحن أطفال من هو صاحب اختراع هذه الحلوى، فقد كان المهم لدينا دائما تفحص مكونات صندوق الحلوى والتصارع بين الإخوة على اقتناص ما يستهوينا من الأنواع، وأغلب هذه الأنواع كانت من قطع الحلوى الناعمة سهلة الأكل البسيمة والملبن والجوزية والسمسمية. طيب أنا عشان يعني طبعا قصة طبعا يعني في أنواع كثيرة، يعني الزملاء بيفكروني ببقية الأنواع بقية الأنواع، وهنا طبعا عروسة المولد الجميلة، أما العروسة أو الحصان فكان من دواعي الفخر والمباهاة بيننا نحن الأطفال باختلاف أشكالها وتنوع أحجامها وكثرة زخارفها، وبطبيعة الحال كان محرم علينا أكلها لتمكث أكبر فترة من الزمن، لذلك كانت توضع هذه التماثيل في مكان مرتفع في المنزل حتى لا تطولها أيدينا فوق الدولاب وفوق الثلاجة. هنا بقى عندي سؤال حيوي، لأنه أنا مثلا مع زميلتي سهى كنا بنتناقش في المقدمة إن فعلا الحلوى ما كناش بناكلها، لكن أعرف إن في مناطق أخرى وأناس آخرين كانت العروسة والحصان بعد فترة بتؤكل. فالاختلاف هنا بيأتي إزاي، ولماذا تمنع عن البعض وتصرح للبعض الآخر؟ والحقيقة طبعا يعني إيه، يعني الـ 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 العروسة نفسها معمولة طبعا من السكر، وفيها زخارف وفيها بعض الأصباغ أو الألوان طبعا الغير طبيعية أو الغير صحية يعني. فبعض الآباء وبعض الأمهات الألوان هي معانا فبعض الآباء وبعض طبعا بتبقى مش صحية للأطفال، مش صحية. أضف إلى ذلك أن بعض الآباء أو الأسر كانوا بيحرصوا أن تفضل أطول فترة ممكنة العروسة. ليه؟ لأن لما بيجي ضيوف أو حاجة والعروسة بتبقى موجودة على الدولاب أو على التسريحة أو 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 أي في مكان في البيت، فده بيبقى إعلان إن إحنا جبنا عروسة المولد وجبنا الحلويات، حتى العروسة هي لسه هي موجودة، حتى لو ما جبناش العلبة بس العروسة بس هي العروسة موجودة. أضف إلى ذلك كمان حاجة مهمة جدا، إن دايما المقبلين على الزواج، واحد خاطب أو كاتب كتابه أو بتاع، خاصة في الريف وفي الصعيد، لازم يودي حلاوة المولد والعروسة لخطيبته، فطبعا العروسة لازم تفضل موجودة إعلان إن خطيبي أو جوزي أو اللي كاتب كتابه عليا وبتاع جاب لي العروسة إيه، فكل ما يجي حد لازم يتفرج عليها، فبتفضل فترة زمنية طويلة. السيدات بقى يعني أمهاتنا بقى زمان كانوا بيحرصوا على كده، لكن بمجرد ما النمل يجي على العروسة دي يبتدي ياكل فيها ويقطع فيها وبتاع، فخلاص بقى، فتبتدي عملية، حتى أنا كاتبها في كتاب إعادة تدوير، فيروحوا واخدين العروسة يشيلوا منها الزينة والقرانيش والحاجات دي ويكسروا ويحطوها في حلة ويحطوا المية وبتاع ويغلوها، وبعدين يعملوا من خلالها بقى ما سكر، يعملوا بقى رز بلبن، يعملوا مهلبية، فده إعادة إيه تدوير، إعادة تدوير بس بعد فترة من الزمن بس بعد فترة. جميل. إذن يعني ده يدعوني أن أنا أسأل، إيه الإسهام الحقيقي للدولة الفاطمية اللي يميزها عن الدولة العباسية، الدولة الأموية؟ يعني ما الذي تركته من آثار ثقافية تراثية عادات تقاليد
هل أثروا في المصريين؟ ما الذي امتصه المصريين من الوافد؟ والحقيقة طبعا يعني عشان ننصف الدولة الفاطمية يكفي أن نقول أنهم أصحاب الجامع الأزهر. الجامع الأزهر أول مدرسة رسمية لتدريس مش التراث الشيعي كمان أو المذهب الشيعي والمذاهب الأخرى. يعني في ظاهرة كده عند بعض المؤرخين يقولك ان هم عملوا الجامع الازهر ماشي لتدريس المذهب الشيعي، لكن بجوار المذهب الشيعي كان هناك تدريس المذاهب الاخرى المالكي والحنفي وكل المذاهب الاسلاميه. كان في حاجه دار الحكمه كمان، ودار الحكمه دي اكبر مكتبه واللي عملها الحاكم بامر الله. علماء كتير ظهروا من خلال الحضاره الفاطميه، ويمكن في واحد مقرمينه في أوروبا وكاتبين اسمه على سطح القمر، ابن يونس الفلك المصري اللي هو عمل حاجة اسمها الزيج الحاكمي نسبة إلى الحاكم بأمر الله، وجاب كل الأزياج اللي كانت معمولة في الخلافة العباسية قال كلها غلط. كلمة زيج بمعنى التقويم، يعني يقول لك موقع النجم ده إيه وهيمشي يروح فين عشان يحدد بداية الشهور وبداية السنة والحاجات دي كلها. فعمل حاجة اسمها الزيج الحاكمي بيدرس لحد دلوقتي. بعض علماء تاني في علم القراءات القرآن الكريم، لدرجة أن مصر أصبحت مركز لاستقطاب كل اللي عايز يدرس قراءات القرآن الكريم سواء في الجامع الأزهر أو في جامع عمرو بن العاص أو في المساجد اللي كانت موجودة في اسكندرية وكانت متزعمة لإحياء المذهب السني مرة أخرى. فالحقيقة في تراث كبير للفاطمي بغض النظر عن موضوع الاحتفالات اللي المصريين تعلقوا بيها أكتر يعني. طيب احنا هنذهب يعني هنواصل الحوار، وهسأل الدكتور محمد ابراهيم عن هل المذاهب المختلفة في هذه الفترة كان في تعايش ما بينها، كان في صدام، كان في صراع، ولكن سنذهب الى فيلم من انتاج المؤسسة المصرية للسينما، فيلم مهم جدا، فيلم الشيماء، بيشمل قامات كبيرة من حيث التأليف علي احمد بكثير، من حيث البطولة سميرة احمد واحمد مظهر وعبد الله غيث وتوفيق الدقن. وبالمناسبة عبد الله غيث كان بيقوم بدور خالد بن الوليد، والسيناريو والحوار لعبد السلام موسى وللروائي الكبير موسى صبري موسى عفوا، والحوار والمادة التاريخية للأستاذ عادل عبد الرحمن، وتأليف الكلمات عبد الفتاح مصطفى، والألحان لمين؟ عمالقة بليغ حمدي، محمد الموجي، عبد العظيم محمد، وغناء سعاد محمد، وإخراج حسام الدين مصطفى. ثم نعود لمواصلة حوارنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وكأني بالشيماء تغني اليوم نصر أخيها. طلع البدر نبيا ورسولا عربيا. فَمَا
عجبنا فحينا نحن بالله هدينا واستجبنا فحينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. يعني صوت يخترق وجدانك في الحقيقة سعاد محمد، يعني صوت جميل جميل ومؤثر إلى أقصى درجة. والحقيقة يعني فيلم زي ده ما كانش ممكن قطاع خاص ينتجه، وده بيعيد أهمية دور الدولة في مثل هذه الأفلام، الأفلام الدينية، الأفلام الوطنية، من لها. يعني ما أعتقدش، أولا حجم إنتاجها ضخم جدا، ثانيا محتاجة يخشاها المنتج الخاص. طبعا مؤسسة المصرية للعمل السينما، وده كان الشيماء، وبأعيد الترحيب بدكتور محمد إبراهيم أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة بني سويف، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. الحقيقة يعني كان سؤالي قبل الفاصل، كيف كان هذا الاحتفال بأعياد، حتى يعني حيك في كتابك المؤرخ المصري للدراسات وبحوث في التاريخ والحضارة بتؤكد على أنه الفاطميين كانوا بيهتموا حتى بأعياد المذاهب الأخرى وأعياد الديانات الأخرى، اليهود والمسيحيين المقيمين. تمام. طيب كيف كان صورة التعايش ده، ولماذا لم يفرضوا الأمر بالقوة؟ ما هو ده برضو ذكاء من الفاطميين، لأن هم مش جايين عشان يحولوا الديانات الأخرى إلى الديانة الإسلامية أو إلى المذهب الإسماعيلي. وفي الوقت نفسه هم عارفين إن هم عصب الحياة الاجتماعية في مصر. اليهود والأقباط في مصر كانوا يركزون على النواحي الاقتصادية. يعني الصباغة، لما نيجي نتكلم عن الصباغين في مصر هتلاقي معظمهم يهود. لما نيجي نتكلم مثلا عن مطابخ أو مسابك السكر اللي كانت بتعمل الحلوى والحاجات دي كلها، برضو يهود أو أقباط. أضف إلى ذلك كمان أن كان في علاقة لمصر ببيت المقدس اللي هو مجمع الأديان كلها، وفي كنيسة القيامة كمان هناك. والفاطميين الحقيقة في الأول برضو اعتمدوا على غير المسلمين في نظام الإدارة في الدولة لبراعة هذه الطائفة. هل في بعضهم ترقى في مناصب عليا؟ ده في وزراء، ده في وزراء من الديانات الأخرى. طبعا كتير جدا كتير جدا. وكان ليهم إسهامات مهمة جدا في الدولة الفاطمية، خاصة في النظام الإداري وفي النظام الاقتصادي. وهو الفاطميين أدركوا إن في تعايش أصلا من قبل ما هم ييجوا مع أصحاب الديانات. لذلك كان بعض الخلفاء بيذهب بنفسه للاحتفال ببعض الأعياد القبطية زي عيد الغطاس وأعياد أخرى وعيد الشهيد، ويقدموا بعض الهدايا. يعني في بعض أعياد كانت بتقدم فيها لقمة القاضي اللي هم برضو عملوها عندنا في مصر، أو جابوها معاهم برضو من المغرب. الكسكسي ما هو برضو دي أكلة من قصب، اللي هو عيدان القصب كانت بتتفرق في بعض الأعياد بتاعة الأقباط، لأن هم مدينهم الحرية الدينية لا يتدخلون فيما يعتنقون أو الطقوس الخاصة بديانتهم. إذن بماذا نفسر، أو لماذا حدثت الشدة المستنصرية من ناحية، ولماذا، أو تقييمك، وده سؤال آخر مختلف عن فترة الحاكم بأمر الله، يعني تفسيرك أنت لهذا هذا الحاكم الذي يعني البعض رآه مفترى عليه، والبعض يراه يعني لديه فصام في الشخصية. يعني إذا أردت أن تبدأ بهذا السؤال أو بسؤال عن الشدة المستنصرية. لا، هو نبتدي بقى طبقا للترتيب الزمني بقى. فنقول الحاكم بأمر الله. نعم تفضل. طيب الحاكم بأمر الله عندما تولى الخلافة كان طفل صغير عنده 11 سنة. 11 سنة وبيحكم. لا يعني أو يعني أبوه العزيز مات، كان الحاكم بأمر الله عنده 11 سنة، لدرجة يعني جابوه من على شجرة كان بيلعب يعني. فقالوا لا يعني انت لو وقعت ولا حصل لك حاجة وبتاع انت بقيت خليفة بقى دلوقتي. ويقال في احد التفسيرات عند المقريزي ان هو طفل صغير فعلا يعني وقع على دماغه، وقع من على دماغه وحصل له حاجة اسمها جفاف
في الطبقة اللي ايه ما بين المخ وما بين الرأس الجافية. فدي عملت له عدم اتزان. اضف الى ذلك ان الفترة اللي هو تولى فيها وهو طفل صغير وكان عليه اوصياء برجوان الصقلبي وغيره 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 وكلهم بقى يعني بيستأثروا بالحكم، فبمجرد ما اشتد عود وتخلص منهم ابتدى يبقى زي ما احنا بنقول كده دلوقتي يعني ايه دموي، يعني يقول الامر وعكسه يقول. بس لما تيجي تحلل بقى يعني مثلا يقول لك ايه كان بيقتل الكلاب، مش عارف ينام بالليل والكلاب بتنبع اقتل الكلاب، مش عارف حرم اكل الملوخية عشان السيدة عائشة كانت بتحب الملوخية، مش عارف السمك اللي هو ملوش قشر اللي هو ايه بقى اللي هو القراميط بتاعنا دلوقتي، ليه؟ لانه كان بيبقى في الترع وبتاعه وكان بيجيب امراض وحاجات زي كده. ففي بعض الاوامر والمراسيم اللي كان بيطلع بيها مراسيم لما تيجي تتأملها تلاقي ان لها ليه اهداف. موضوع النساء انه يمنع النساء من الخروج لمدة 7 سنوات، ليه؟ لان هو كان بينزل بنفسه ويشوف الشعب ويتجول ويقف مع الناس، فلقى في نوع من الخلاعة عند بعض النساء وخروج بعض النساء وراء الجنائز والمكوس على القبور لمدة أسبوع وشهر وبتاع، فعمل الموضوع ده لمدة 7 سنين. نعم. ده بالنسبة للحاكم صحيح. بأمر الله صحيح. أما الشدة سريعا لأن الوقت ده الشدة المستنصرية هي ليها جزء طبيعي لأن فيضان نهر النيل بيقل، فطبعا الأراضي ما بتتزرعش فالمحصول بيقل، بيحصل مجاعة لمدة برضو 7 سنين بتفكرنا بالسنين العجاب بتاعت أيام سيدنا يونس. أضف إلى ذلك إن سيدنا يوسف أضف إلى ذلك إن المستنصر أمه متحكمة فيه وعاملة يعني زي ما بنقول كده توأمات مع بعض الوزراء، وهي تجيب وزير وتشيله وحاجات زي كده، فهم ما بيحكمش بالفعل. صحيح. فالجماعة الأتراك اللي هم كانوا بيكونوا جزء الأتراك والسودانيين في الجيش الفاطمي، صراعات ما بين القواد وعايزين فلوس وبتاع وكده، فحدثت الشدة المستنصرية. طيب كلمة أخيرة موجزة من حضرتك بمناسبة الاحتفال بالمولد النووي عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن احتفالات المصريين اللي يعني قبل ما أترك الكلمة لدكتور محمد إبراهيم عايز أقول لهم إن 100 جرام من الملبن ب1000 سعر حراري، 100 جرام من البندقية ب800 سعر حراري، الحمصية 650، فخدوا بالكم. وبينصح البعض بقطعة واحدة يوميا. يعني اتفضل حضرتك نختم مع حضرتك بكلمة عن هذا الاحتفال وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. والحقيقة طبعا يعني المصريين يعشقون الرسول ويعشقون آل البيت. أضف إلى ذلك أن للرسول عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث في مصر وأهل مصر، وأنهم في رباط إلى يوم الدين. لذلك نحن لا نتمذهب بأي مذهب حتى الآن. يعني مصر ستظل سنية المذهب، وبالتالي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وشخصية الرسول العظيمة الذي جاء رحمة للعالمين سيظل، على الرغم أن بعض الدول الإسلامية لا تحتفل بمولد النبوي الشريف، لكن إحنا لينا حب وعشق للرسول عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك أن كثير من آل البيت مدفونين في مصر. صحيح. ونحن نحيا ببركة آل البيت في مصر. أنا بشكر دكتور محمد إبراهيم أستاذ التاريخ الإسلامي، بشكر حضراتكم، بهنيكم بالمولد النبوي الشريف لنحتفل بهذه الذكرى العطرة، وأهم صور الاحتفال هو أن نقتدي بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بأخلاقه إن وإنك لعلى خلق عظيم. الحقيقة يعني فيلم من الأفلام اللي هترككم معاها ومن الأفلام الجميلة فجر الإسلام، وهو هنا الصراع ما بين المؤمنين أو المسلمين في نشر الدعوة الإسلامية وما بين الكفار أو المشركين، هو صراع تقليدي ممكن أن تراه في أفلام كثيرة أو في أعمال كثيرة، وربما إضافة المخرج رائد الواقعية صلاح أبو سيف في هذا الفيلم أنه رمز إلى هذا الصراع
بالصراع بين التقدم والتخلف بشكل عام. كل سنة وحضراتكم طيبين، مولد نبوي شريف، أترككم مع فجر الإسلام. كنت معكم طارق عبد الفتاح، إلى اللقاء الأحد القادم بإذن الله. جميلاً يا أخي شهادي إلى رحاب يمرمين إلى ضياء الكوكبين إلى الزكي الطيب إلى النبي إلى النبي هيا بنا إلى النبي هيا بنا إلى النبي ربنا وبأيدينا سنرمي ويد الله تصيب هذه الأمة قوة من صفاء وقوة وإن تحدى عدو راح في أكثر قوة كلنا يملى جهادا بيقين وإرادة نحن نمضي للسعادة انتصارا أو شهادة انتصار أو شهادة انتصارا أو شهادة هذه الأمة قوة من صغار وقوة وإن تحدى عدو صاح في أرضه هو هذه الأمة قوة من صغار وقوة وإن تحدى عدو صاح في أرضه هو هذه الأمة قوة من صغار وإن تحدى العدو صاح في الأرض هو هذه الأمة قوة من صفاء وقوة وإن تحدى العدو صاح في الأرض هو عرفت الراحلة إنجي أفلاطون طوال مسيرتها الحياتية والفنية الحافلة بأنها فنانة متمردة وثائرة، حيث عبرت لوحاتها وأعمالها الفنية ومواقفها عن روح المقاومة ضد الاحتلال الإنجليزي لمصر، وخلدت في بعض هذه الأعمال كفاح الشعب المصري ضد الاحتلال البريطاني.
ورغم نشأتها الأرستقراطية فإن إنجي أفلاطون اختارت منذ البداية أن تنحاز لقضايا وهموم المهمشين والبسطاء من أبناء الوطن في الحياة والحرية والكرامة، ولم تكتفي بالتعبير عن هذا الانحياز عبر لوحاتها وأعمالها الفنية فحسب، بل انخرطت في الحياة السياسية دفاعا عنهم من خلال انضمامها لحركة إسكرا اليسارية عام 1944. وبعد ثورة يوليو عام 1952 واصلت إنجي أفلاطون تمردها ونضالها السياسي من أجل هذه القضايا التي آمنت بها، لتدفع ثمن هذا التمرد من حريتها وحياتها، حيث دخلت السجن في عام 1959 بسبب نشاطها السياسي، وكانت التهمة الانتماء لتنظيم شيوعي، لتظل بالسجن قرابة 5 سنوات حتى خرجت منه نهاية عام 1963 لتواصل رحلتها في الدفاع عن حق المصريين في الحياة والحرية، ولتولي مزيدا من اهتمامها بقضايا وحقوق المرأة سواء من خلال إبداعاتها ورسوماتها الفنية أو من خلال نشاطها في المجتمع المدني أو من خلال الكتب التي أصدرتها عن هذه القضية. ففي السجن تمسكت بحقها في أن ترسم وحصلت على ذلك، حيث نجحت في أن تحول جدران السجن إلى مرسم كبير بعد أن تمكنت بإصرارها من الحصول على الألوان وأدوات الرسم. وعن تلك التجربة تقول إن الضوء المنبعث من النافذة الصغيرة ذات القضبان في زنزانتها كان ملهما لها لترسم، بينما ألهمها وضع السجينات خلف القضبان التعبير عن قيمة الحرية ومعاناة البشر، لتجسد معاناة هؤلاء السجينات في عنابر النوم وطوابير الطعام وحصص الوعظ ومشاغل التأهيل المهني. إلا أن أهم ما رسمته في سجنها كان ما شاهدته من وراء قضبان نافذة الزنزانة من طبيعة خلابة للنيل وأشرعت المراكب المنطلقة على صفحته والحقول والفلاحين. وبعد خروجها من السجن راحت إنجي أفلاطون تجوب قرى ونجوع وجبال مصر من شمالها لجنوبها لترسم وتسجل وتعبر عن الطبيعة والمجتمع والحياة في تلك المناطق بلوحات فنية أشبه بالمواويل الملونة، فقد كانت ترسم كأنها تغني. كانت بداية إنجي أفلاطون الفنية كفنانة ورسامة هاوية قبل أن تشق طريقها في الإبداع الفني بالدراسة الأكاديمية للرسم من خلال معلم خاص بالمنزل، قبل أن تلتقي بكامل التلمساني أحد الفنانين الذين أثروا الحركة الفنية آنذاك. وكانت أولى لوحاتها في بداية مشوارها الفني لوحة الوحش الطائر في عام 1941، لتنضم بعد ذلك إلى جماعة الفن والحرية والتي كان من أشهر أعضائها الرسامان المعروفان محمود سعيد وفؤاد كامل. نجمك المفضل كما لم تعرفه من قبل، عرض شيق لتاريخه وأهم أعماله، لترى الجانب الآخر لنجمك المفضل وتقرأ رسالته التي قدمها طيلة حياته. رسالتي في الأوقات التالية على الشاشة الثقافية.
المهندسة بسمة ناصر عبد السلام، فنانة تشكيلية متعددة المواد ومدربة فنون يدوية ومؤسسة مبادرة منتجي للفنون كمبادرة خيرية بدأتها في يناير من عام 2015. ورغم أنها خريجة كلية الهندسة بجامعة القاهرة قسم الهندسة الطبية الحيوية في عام 2010 وحاصلة على منحة وزارة الاتصالات للتكنولوجيا وماجستير العلوم في الهندسة الطبية عام 2018، إلا أن غواية عشق الفن استهوتها فتركت العمل كمهندسة اتصالات وتخصصت في دراسة الفن وممارسته بطرق غير تقليدية. الرسم برضو تعلمته من المدرسة وكانت هواية عندي من وأنا صغيرة، نمت أكتر لما كنت في ثانوي. الرسم كان مختلف شوية عن الناس متعودة عليه، كان بينا دكاترة من كلية فنون، تعلمت منهم أساسيات الرسم، إزاي أمزج الألوان، إيه الألوان اللي أستخدمها، كل ده ساعدني إن أتعلم حاجة أنا بحبها وأنجح فيها. بعد ما يعني أيام المدرسة برضو كنا امتحان بتاعتنا عبارة عن أجيب موديل مثلا أصوره وأشتغل عليه زي بروجكت، مش مجرد حاجة أنا برسمها. بعد الكلية يعني بعد المدرسة بدأت أنا أرسم مع نفسي، أنمي نفسي، اتفرجت على فيديوهات كتير، حضرت معارض، رسمت على حاجات مختلفة، على الشنط، على اللبس، على الإزاز، على كل حاجة، كل الماتيريال الموجودة قدرت أرسم عليها بخامات مختلفة، لأن الحمد لله تعلمت يعني جزء كويس من المدرسة والقراية واليوتيوب، ومروح المكتبة كنت بروح المكتبة برضو وبشوف كتب كتيرة، بنحضر ورش كمان فيها، يمكن تعلمت اللون وشفت حاجات، تعلمت حاجات كتيرة في الرسم برضو من الكتب في المكتبة. النول اتعلمت منها برضو، خدنا عنه خلفية حلوة، عرفنا أساسياته ويشتغلوا ازاي، وده برضو اللي حبيت كل حاجة أنا اتعلمتها حبيت أنقلها للناس اللي معايا في المشروع، وإن أنا أقدر يعني عايزة أساعدهم بيها زي ما أنا اتعلمت، أعلمهم زي ما أنا اتعلمت. احترفت بسمة ناصر الفن حتى صارت اليوم من أشهر مدربي الفنون وتعليم الحرف اليدوية وتنفيذ المنتجات التراثية وتطويرها وتقديم نشاطات تخدم المجتمع عن طريق الفن، وذلك من خلال مبادرتها المعروفة باسم مبادرة منتجي، وهو مشروع فني خيري أقامت له معرضاً دائماً داخل سوق الفسطاط للصناعات اليدوية والفنون التشكيلية والحرف التراثية التابع لوزارة السياحة. بعد ما بدأت المشروع بتاعي ما وقفت الشغل، يمكن عشان هو أخد كل الوقت تقريبا تنسيق حاجة زي كده والمدربات وفين الورش وأجيب المدربات منين والمتدربين، كل ده كان بياخد وقت كتير، بس مع ذلك أنا كنت حابة أن أنا أكمل يعني في هوايتي، لأن بصراحة بتعوضني عن الحاجات. يعني أنا حاليا شغالة كمهندسة، الرسم بيخليني يعني أطلع طاقتي السلبية وأقضي وقت ظريف غير الجو الهندسة والشغل المعتاد الروتيني. برسم على زي ما قلت، أنا برسم على خامات كتيرة مختلفة، ساعات بشتغل نول برضو، كروشيه برضو لأن هوايتي المفضلة، إكسسوارات دي أول حاجة بدأت بيها المشروع بتاعي. يعني بدأت الأول لوحدي ان انا اعمل اكسسوارات، بس حاولت ان هي ما تبقاش الاكسسوارات اللي احنا متعودين عليها، كان في زي صناعه الكوليك كانت بطريقه مختلفه خالص غير اللوبي. عملت حاجات بنول الخرز ونزلت بيها معارض برضو، اول ما بدات كنت اي معرض الاقيه بشارك فيه بشوف راي الناس، بعرف هل تصميمات تعجبهم ولا لا، لان برضو انا بحب ان انا انقل من على أنقل رسمه وخلاص. مبادرة منتجي التي أسستها الفنانة بسمة ناصر
هي مشروع مجتمعي غير هادف للربح لتعليم المرأة المعيلة والسيدات اللاتي بحاجة إلى مصدر دخل أو عمل مشروع خاص بهن، وذلك عن طريق تدريبهن في ورش على مختلف الحرف اليدوية التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير. تهدف الفنانة بسمة ناصر من خلال مبادرتها الفنية منتجي كمبادرة خيرية قائمة على تطوع إلى إحياء الحرف اليدوية وعمل منتجات ذات طابع مصري أصيل وذات جودة عالمية تتناسب ومتطلبات السوق الحالي. مبادرة منتجية مبادرة خيرية والهدف للربح، يدينا الناس كتير ورش مجانا، التسويق برضو نفس الشيء، علمنا ناس في أماكن مختلفة وبنتنقل في كذا مكان، يعني رحنا شبرمنت، بنروح أماكن داخل القاهرة، بدأنا ندي ورش في اسكندرية، كل مكان بدأنا بعد احنا في بدايتنا بدأنا نتنقل من المهندسين للدقي مصر الجديدة المعادي، أي مكان يطلب منا إن احنا ندي ورش بنروح ندي ورش. الناس اللي بندربها السيدات المعيلات أو الشابات اللي هم بيبقوا محتاجين دخل أو مش بيشتغلوا ومحتاجين دخل مساعدة لأسرتهم، دول كلهم الناس اللي احنا بنديهم الورش المجانية. من فترة في قرية الحمات في شبرمان بالتعاون مع مجموعة من الطلبة في الجامعة، ساعدونا ان احنا نوصل للناس دي. هم سيدات، يعني هم حوالي 5 أسر ما بيخرجوش من خارج نطاق بيتهم ده او القرية اللي هم فيها، عايزين عندهم استعداد ان هم يتعلموا ويشتغلوا. الستات هناك طبعا ما عندوش اي حاجه غير مسؤولين عن بيتهم. بدانا معاهم بالنول، بدانا بحاجات بسيطه، عينات صغيره يتعلموا فيها، يمشوا ايدهم يشوفهم هيحبوا الحرفه ولا لا. وبعد كده تدريجيا بدانا نجيب لهم خامات ونجيب لهم النول ويشتغلوا عليه، طلعوا انتاج كويس جدا. هما ناس عندهم استعداد يتعلموا، والحمد لله بنحاول ان احنا دايما نساعدهم ونستمر معاهم، بنديهم تصميمات، نقول لهم نفذوا لنا حاجات معينه. كان في تدريب لذوي الاحتياجات الخاصه، برضو في معارض، يعني تدريبات بنديها خلال اي مهرجان او معرض. ضمن الحاجات اللي انا قلت انها بحبها النول، شغل النول المعتاد او المتداول عندنا في مصر، النول المربع او المستطيل. احنا عشان ندي ورشه في هدف ان الناس تشتغل من بيتها وتشتغل بالخامات المتاحه عندها، بحاول اشتغل باي حاجه موجوده عندي. حتى لما باجي ادي ورشه ببتدي بديهم على مثلا اقول لها اشتغل بالمتاح قدامي، كرتونه مثلا اقصيها واشتغل، قدرت تجيبي نول خشب 50 في 60 جيبيه واشتغل. كل يعني اغلب الانتاج اللي عندنا هنا في الجاليري كله ناس شغلاه في البيت بخامات بسيطه جدا وبادوات وحاجات يعني ابسط ما يكون. اللي بيشتغلوا بايدهم، اللي بيشتغلوا بابره، في بتشتغل على الكرتونه اللي عندها نوع خشب. انا كنت حابه اعرض عليكم النهارده نول مدور، ده مش متعرف عليه عندنا في مصر خالص، فكره جديده من ضمن الحاجات اللي حبيت ان انا اعلمها للناس معايا في الورشه. فكره ان احلى حاجه في النول ان ما فيش خامات محدده او نوع خيط معين لازم تشتغلي بيه، هو مجال مفتوح، كل انواع الخيوط تنفع. ممكن تستخدمي اقطان، خيط كليم، مكرميه، شرايط ستان، اي حاجه تحطي فيه خرز، ممكن تعمل منه كمان اكسسوارات، سلاسل، مفارش، سجاد. مجال مفتوح وسهل جدا وان غرزته بسيطه جدا. هي دي حاجه بسيطه من اللي انا لسه ببتدي فيها. انا ده شداه على اطار، ده بتاع التطريز يعني بتاع في كل حته، والخيط اللي فيه خيط غزل
من عند المنكب او من عند بتوع الخيط. والخامات اللي انا استخدمها فيها كلها خيط الكلين وستان بس، ودول تكلفتهم برضو بسيطه جدا. دي ابره النوم اللي انا بشتغل بيها، هي دي معايا من اول ما ابتديت اتعلم يعني، عشان كده هي قديمه شويه. ممكن نبتدي نشتغل. هو هنا ده علشان الخيط ده تخين، فمش كل الابر اللي احنا بنستخدمها ينفع نشتغل بيها، فساعات بنشتغل بايدينا. هو هنا دي ابسط غرزه او الغرزه الاساسيه في النول عامه. بنطلع من بعد ما بنشد الخيط، بنطلع من يعني بنطلع من تحت الخيط مره ومن تحت الخيط مره، بس هي دي كل غرزه يعني الغرزه الاساسيه للنول. بسيطه جدا. وحتى احنا النول ده من اجمل الورش اللي بنديها للاطفال، وكانوا بيحبوها جدا في المعارض اللي احنا نزلناها. كانوا دايما بيستمتعوا بيها لان هي بتخرج كل طاقتهم وبيشتغلوا، وهي بسيطة جدا. لا يقتصر دور الفنانة بسمة ناصر كمسؤولة عن مبادرة منتجي على تنسيق الورش التدريبية للنساء والفتيات وذوات الاحتياجات الخاصة فقط، فهي تقوم أيضا على مساعدة المتدربات على اختيار تصميمات المنتجات وتنسيق المعارض لهن في مختلف الأماكن، مثل معرض صنع في مصر ومعرض ميكر فير والمعرض الدولي للصناعات اليدوية وغيرها. كل ذلك وغيره تقوم به الفنانة بسمة كنوع من المشاركة المجتمعية في تنمية المرأة المصرية. أتمنى أن طبعاً المشروع بتاعي يكبر ويقدر نقدر نوصل